أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة خاصة لعشاق الحلويات الرمضانية. عندنا اليوم طبق كتير لذيذ، حنعمل حلى قمر الدين. نشوف مع بعض المكونات. جيلي قمر الدين، خليط قمر الدين، نص باكت 200 جرام قمر الدين، 1.5 كوب ماء، 1 ملعقة صغيرة ماء الورد، 1.5 كوب ماء ساخن، 2 ملعقة كبيرة جيلاتين سادة، خليط الحليب، 2 ملعقة كبيرة جيلاتين سادة، 1 كوب ماء ساخن، 1 كوب ماء بارد، 2 كوب حليب محلى، وللتزيين فستق حلبي مجروش. أعزائي، وصفتنا مرتبطة بشهر رمضان زي ما قلت، وقمر الدين دائماً عنا له موسم، ولكن أنا بستغرب السوق بحكمنا أنه بس ناكله أو نشربه في أوقات رمضان، بينما هو من الأفضل يكون متوفر طول السنة لأنه في نسبة عالية من الألياف المهمة جداً والمعادن كمان. أعزائي، قمر الدين بنشتريه بهذا الشكل، وطبعاً بنعمل حسابنا دائماً أنه يحتاج قبل بوقت تجهيز، لأنه لازم أقطعه إلى قطع صغيرة وانقعه بالمي لفترة من الوقت، يعني عدة ساعات أو طوال الليل، عشان طبعاً المي تذوب الألياف تاعته ونحصل على شراب قمر الدين. أنا جهزت هذه المرحلة سابقاً وعندي قمر الدين هون جاهز. وفي ملاحظة كمان مهمة، إذا حبيتوا، في حال حبيتوا تنفسوا هذه الوصفة ومش موجود عندكم قمر الدين، ممكن ببساطة أستعمل نكتار المشمش. خلي بالكم النكتار غير عن العصير، أو إذا عندكم عصير مشمش أو كوكتيل مشمش يبقى مركز أو تقيل شوي، بقدر أستعمله وحيحتوي على نفس الطعم ونفس نكهة قمر الدين. حبتدي أعزائي برضك أحدثكم عن الطبقة الثانية. الطبقة الثانية حتكون عبارة عن حليب، يعني عندي الطبق هذا مميز، حيبقى مكعبات من قمر الدين في خلطة من الحليب كتير لذيذة. هحتاج لتجهيز هذه الوصفة الجيلاتين. الجيلاتين بيبقى عندي سادة بهذه الطريقة، عبارة عن باودر شفاف، هذا بنسميه الجيلاتين الشفاف. في طبعا جيلاتين نكهات، البرتقال، الموز اللي متعودين انتم عليه، فراوله اللي بالسوق، ولكن انا بستعمل جيلاتين شفاف وموجود هلا في كل الاسواق تقريبا العربيه بنلاقيه. في بعض الانواع فكره بيبقى على شكل ظرف، وفي بتقدروا تاخذوا بالملعقه، فحاولوا اذا بالازرف استعملوا الملعقه للعيار مظبوط. ونبتدي اعزائي خطوتنا التاليه. خطوتي أعزائي المشاهدين، أني عشان أشتغل بالجيلاتين في ملاحظة كتير مهمة، لازم بودرة الجيلاتين أنقعها عشان تتفتح الذرات البودرة هاي الصغيرة وتعطيني خاصية الالتصاق أو التماسك. في ناس كتير بيعطونا مثلا ملاحظات أو بيبعتولي أنه عملوا طبق معين في وصف فيها جيلاتين وما مسك معهم، هذا دليل انه حبة الجيلاتين او ذرات الجيلاتين اللي تحدثنا عنها ما تفتحت، ما نفشت، ما امتصت المي بالكامل، فما اشتغل معي الجيلاتين. فلابد اني احطه في مي ساخن، ويفضل اذا عندكم مقدار كبير زي هذا ممكن احطه على طول على النار وادفي المي. ما بديش اياها تكون كتير تغلي او سخنة كتير، لأنه إذا غلي معاي ممكن يكتل ويصير قطع صغيرة، ويبقى مزعج، وبنفس الطريقة قلنا ما حيعطينا النتيجة الممتازة، وممكن لما نيجي ناكله نلاقوا قطع صغيرة هيك من الجيلاتين مش حيبقى طعمها لطيف. يبقى بسخن هيك بهدوء مع التقليب، وممكن طبعا أحطه بالميكروويف برضه بيمشي الحال وبيدوب معاي. في بعض الأوقات إذا في عندكم وقت ممكن أحط مي دافي وأسيبه على جانب، برجع بعد 10 دقائق بلاقي برضو أنه تشرب واتفتحت عندي حبات الجيلاتين. بضيف هلأ شراب قمر الدين، وبقلب لغاية ما أتأكد 100% أنه كل حبات الجيلاتين عندي ذابت. لاحظوا إذا لقيتوا زي حبات السكر ما زالت بمعلقة، مفروض إنه تكون لسه ما ذابت. هلأ خطوتي التالية كتير بسيطة، أي طبق عندك، أي صينية، أي وعاء بهذا الشكل،
أنا مجرد حصب في شراب قمر الدين اللي حطيت له الجيلاتين، وحخليه بالثلاجة لعدة ساعات. لما أخليه بالثلاجة لعدة ساعات حيصير عندي بهذا الشكل متماسك. وخلي بالكم هو مش جيلي عادي لأنه متماسك شوية زيادة، حخليه على جنب. وبعد ما يتماسك تماماً بقطعه إلى مكعبات بيبقى عندي بهذا الشكل. يبقى أعزائي هاي المرحلة الأولى، بخليه بالثلاجة عدة ساعات ممكن طول الليل. بعد ما يتماسك بالسكين مجرد تقطيعات سريعة بيبقى عندي بهذا الشكل، حخليه على جنب وأبتدي أجهز المرحلة الثانية. المرحلة الثانية أعزائي هي تجهيز القالب اللي حستعمله لعمل هذا الحلى. أكيد لو دخلت المطبخ عندك ودورتي في الدواليب عندك حتلاقي قالب ينفع لهذه الفكرة. ممكن ناخد قالب بهذا الشكل أو أي شكل تاني عندك. ساعات ممكن لو عندك تنجرة، صينية عريضة، طبق إزاز، كله بيمشي الحال. إذا ما لقيتي قالب ذو فتحة من الوسط وحبيت تنفذي الفكرة بتقدر تنفذيها بالطبق الإزاز نفسه اللي اشتغلنا عليه هذا. حنشيل القمر الدين وأرجع أشتغل فيه بعطيكي نفس الفكرة، بس القالب لطريقة تقديمي بتبقى شوية مختلفة ومميزة. حابتدي أرش القالب برشة خفيفة من الزيت، وهي النقطة مهمة عشان سهولة بعد هيك إخراج الحلى من القالب. حخليه جنبي وأبتدي خطوة التالية، نفس الحوار اللي تحدثنا عنه بخصوص الجيلاتين برضو حكرر نفس هذه الخطوة. ححط المي وحط الجيلاتين وسخن من غير ما يغلي طبعاً. ونتأكد تماماً إنه داب عندي على الآخر. إذا لقيتوا المي صارت سخنة كتير ولسه في حبيبات ما في مشكلة، نطفي النار ونسيبه على جنب بضع دقائق. حتلاقوا حبة الجيلاتين هيك نفشت أو تضاعف حجمها، وبعد هيك بتدوب معاكم وتعطينا النتيجة المطلوبة للجيلاتين. وفي بعض البلاد على فكرة في الجيلاتين اللي بيبقى شيت، بيبقى زي الورق، هذا برضك ممكن تستعملوه، ولكن احنا يمكن في المنطقة العربية مش كتير متوفر عنا الجيلاتين الباودر متوفر. حبتدي أعزائي هلأ أضيف الحليب المحلى، وهذا اللي حيعطيني الطعم الرائع جدا لهذه الوصفة. وخلوا بالكم أنا هون مش محتاجة أضيف سكر، نسبة الحلى اللي موجودة بالحليب حتبقى متجانسة مع الحموضة اللي موجودة عندي في قمر الدين. الخليط أصبح عندي جاهز، برضو حصبه في القالب. الخطوة التالية أعزائي اللي حعملها هي شوي بدها ذكاء منكم، حأتحدث عنها هلأ. قمر الدين أنا قطعته مكعبات، لو أخذته هلأ وسقطته مباشرة في الخليط الأبيض، طبعاً الخليط الأبيض ما زال ليكويد، ما زال مية طري كتير، فطبعاً بيبقى صعب إني أسقط فيه قمر الدين في هذه المرحلة. ولكن شو الحل اللي عندي؟ إني أنا بخليه بالبراد أو على كاونتر المطبخ. إذا حطيتوه في البراد بدكم على طول ترقبوه، إذا سبتوه على كاونتر المطبخ مجرد ما يبتدي يصير عندي بكثافة هيك بياض البيض، يعني يبقى متماسك نص تماسك بهذا الشكل، يعني ما يبقاش مسك قوي ولا يبقى طري قوي، ببتدي أعزائي أضيف مكعبات قمر الدين في داخل الطبق. ليش أنا بعمل هذه الخطوة؟ عشان ما بدي قمر الدين كله يسقط في القاع، أنا بدي إياه يكون متوزع ما بين طبقة الحليب. بعد هيك ححطها في البراد لعدة ساعات، وما نحطها أرجوكم بالفريزر، خلوا بالكم
يبقى أعزائي بخليها في البراد لعدة ساعات، ويفضل إني ما أحطها بالفريزر لأنه ممكن الجيلاتين يتجمد بشكل مش مظبوط ويفك معاي تاني إذا طلعته من الفريزر. ونشوف بعد هيك طريقة التقديم.